سلام الله عليكم وأهلا بكم في هذا الدرس الثالث عشر من دورة تعلم لغة الـ HTML. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الـ إيفريم في الـ HTML. قبل هذا وقبل أن ننطلق في هذا الدرس سنعمل إطلالة خفيفة عن الدرس رقم 12. في الدرس 12 تعلمنا عن الـ Class، قلنا باللي pour créer un class pour un element نكتبو كلمة class للنيم تاع الـ class، انطلاقا من النيم تاع الـ class نقدروا نلحقوا للستايل تاع الـ element اللي ديكلارينا فيه الـ class. هذا ريزومي تاع الدرس رقم 12. بالإضافة إلى هذا الدرس، في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن الإيفريم. الإيفريم هذه في الـ HTML سيكوا هي عبارة عن سامبل باليز كيسابيل إيفريم، تحتوي على أتريبي كيسابيل SRC اللي هي عبارة عن سورس. دونك سؤال يعني اللي يتبادر للأذهان هو ماذا تعمل هذه الإيفريم؟ الإيفريم هذه سيتيم باليز ديفيني في الـ HTML تسمح لنا باش نكريو ان باج ويب داخل الانتيريور دان نوتر باج ويب. صافي دير نكريو صفحه ويب داخل صفحه ويب. دونك حنا باغزوم نجيو نخيرو هنا نخيرو ان باج ويب باغزوم لادي 11. نوفا بروندر جوست لو نيم باسكو لو دوسي 11 اي 13 يتواجدو في لو ميم ريبيراتوار، سي با لا بين دو بروندر لو شومان كومبلي، سي جوست لو نيم كومبلي نسون نونجيستري ابري ناكتياليزي لا باج. فوالا انفوا هنايا شوفوا باللي لاباج تاعنا تحملت. دونك هذا هو الرول تاع الايفريم في الـ HTML. الايفريم في الـ HTML هي باليز تسمح لنا باش تكرينا باج، هذه هي الباج يا نوتر باج، حاجه مليحه. دونك باغزومبل حاب الباج هذه نديرو لها نويت نخليوها شافه، نديرو لها 600 بيكسل بارابول على لارجور تاع لاباج تاعنا. فوالا كرياتنا لارجور تاعها 600 بارابول لارجور تاع لاباج 600 بيكسل. مي بالمناسبة احنا رانا تعلمنا على الكلاس، حاجة مليحة نستعملو ديريكت مو كلاس، نكتبو كلاس، الكلاس تاع الاي فريم هذا نعطيولو النيم اي اف ار كوم سا. ابري انطلاقا من هذا الكلاس نجيو هنا للهيد نديكلاريو لاباليز اللي تسمح لنا باش نديرو ستايل تاع الاي فريم. يعني لاباليز هذه هي باليز تسمح لنا باش نديرو ستايل، يعني هنا راح نكتبو كود سي اس اس. الكود سي اس اس هذا راح نكتبو نتحكمو في الستايل تاع لاباليز اي فريم. صافي دير راح نتحكمو في الستايل تاع هذه لاباج. دونك نجيو هنايا انطلاقا من اي فريم كوم سا بوان لو نو تاع الكلاس تاعها هي اي اف ار، ونفتحو معقوفتين ونكتبو حابين ويث بايزوم ويث اليلا ويث شحال حابين ويث بايزوم حابين 400 بيكسل نكتبو 400 بيكسل اي بايون ان هاي بايون لا لارجور ندولها 400 بيكسل كونفيرجي نونجيستريو الخدمة نشوفو لي ريزلتا. فوالا تخي بيان. دونك ان باج ويب انسيري دون زين نوتر باج ويب عندها ان لارجور 400 بيكسل سور 400 بيكسل بارابور لا لونغور اي لا لارجور تاع لا باج تاعنا هذه كومبلي. دونك حاجة مليحة يعني. بالإضافة إلى هذا نقدرو نتحكمو كذلك في البوردر تاع لا باج. بار ديفو لاباج هذي تكون فيها ان بوردر بوردر لي بوردر تاعها. باغزوم نجيو عندنا لا بروبريتي في السي اس اس كي سابيل بوردر في البوردر هذي باغزوم نحبو نعطيو دي بوانتي بور كري دي بوانتي تاع لاباج هذي نكتبو هذي لا فالور هتعطينا لي بوانتي. فوالا كيما رانا نشوفو دي بوانتي الكادر هذا ولا دي بوانتي. باغ اكزومبل حنا حابين نديرو ان كادر ماهوش بونتي نكتبو ان كادر افيك دو بيكسل و بيان 3 بيكسل ان كادر دو 3 بيكسل افيك سوليد افيك انقولو جرين صافي دير فير نرجستري تخي بيان. دونك 3 بيكسل دو بوردير هذا عندو 3 بيكسل فير. دونك حاجة مليحة يعني انت استعملنا كذلك الكلاس خاصية الكلاس ستايل هذا وتحكمنا في الكلاس تاعنا نورمال. دونك حاجة مليحة. دونك باغ اكزومبل حنا حابين دونك هذه هي خلاصة القول، يعني الايفريم هذه تسمح لنا واش هو سمحت لنا باش امبورتينا الموتور باج ويب اللي كريناها عندنا حنايا هزيناها من البي سي من هنا هزيناها من هنا من البي سي وامبورتيناها في الباج تاعنا ويب اللي اون تران دو لا كري لي رانا في اونكور يعني قاعدين نخدمو في لاباج تاعنا هذه اونكور دو لاباج هذه زيد امبورتينا ان نوتر باج.
يعني هذه الإفريم سمحنا باش نمبورتي، وكرينا كلاس، كلاس هذه عيطنا لها هنايا، وغيرنا يعني الطول العرض كما راه نشوفوا البوردير تاع لاباج تاعنا. دونك باغ اكزومبل انايا حاب نجي هنايا خارج الكلاس نكري ان باليز باراغراف، في لا باليز هذه باراغراف باغ اكزومبل نكري ان لينك، ان لينك ا، يعني هادو لي دو لي دو لي دو باليز هادو عرفناه، عرفنا بلي لينك ا هذا واش يدير وهذه واش دير. باغ اكزومبل حنايا هنايا نقولوا نقولوا كليك كليك هي بليز، كليك هير بليز يكليكي كليك هير بليز على هذا هذا اللينك، هذا اللينك اللي راح نكتبوه هنايا. في اللينك هذا باغ اكزومبل نقولوا نكتبوا فيه اورانج اورانج جوبس فوالا، ونعطيو باغ اكزومبل لو ليا تاع اورانج جوبس ولا اورانج بوست دوك فوالا. نهزو هذا لوليا تاع اورانج ونحطوه هنايا. دونك هذا هذه الحد تاع الحد الان ما درنا حتى حاجه، يعني هذا الشيء كامل عرفناه في الدور السابقه، يعني كرينا كتبنا باراغراف كرينا اللينك. باغ اكزومبل نحبو كي نكليكيو باش يحافظ لنا على لاباج هذه، عرفنا ان اتريبي كي سابي تارغيت، يعني اتريبي تارغيت هذه نعطيوها ان فالور بلانك فوالا. بلانك هذه صافي دير كي نكليكيو راح تدينا انوتر باج، ناكتياليزيو لا باج شوفو لي ريزلت، كي نكليكيو فوالا داتنا انوتر باج تاع اورانج. تخي بيان، حنا واش حابين؟ حنا ما حابينش هادي، حنا حابين هنايا نستعملو الخاصية تاع الايفريم. الخاصية تاع الايفريم واش هو؟ حنا حابين كي نكليكيو حنا مسبقا درنا حملنا هذه لا باج في هذه لا باج، لاباج تاعنا الاصليه حملنا نوتر باج اللي كريناها مسبقا درس رقم 11. حنا حابين كي نكليكيو على اورانج جو تسيبريما هذه لاباج تاعنا، تتنحى وتتحطم لنا لاباج تاع اورانج هذه. حاب هذه لاباج تاع اورانج كي نكليكي على جو اورانج تتحطم لنا هذه لاباج. ليتيليزاتور في الاول كي دوموندي لاباج يلقى هذه لاباج، كونسلتي لاباج، ومن بعد ابري يلقى هنايا، يلقى هنا يقول لك كليك هير بليز، كي كليكي هنايا لازم يلقى اورانج جوب، لازم يلقى اورانج واش حاطه في لي جوب تاعها، تسمى راح يلقى هذه لاباج ويكونسلتيها. دونك هذه نقدروا نديروها بخاصيه واش؟ بخاصيه نيم. صافي دير نجيو هنا ديكلاريو النيم، هل النيم باغ اكزومبل نمدو النيم باغ اكزومبل نقولو جو سي با نقولو نيو، نقولو النيم كي سابيل نيو. دونك هذا النيم درك حنا عندنا هنا الايفريم ولات تحمل خاصيه النيم اللي عندها فالور نيو. دونك حنا عندنا خاصيه هنايا في لي تارغيت تعرفناها في لي باليز ا اللي هي تارغيت. التارغيت هذه واش هي؟ تارغيت كيما هنايا كليكينا على الجوب تحل عمليه الفتح تمت في نيو تيب نيو ويندو. دونك هنايا ثاني حابين نحطوا لا فالور وبيا هنا نيو وبيا فاش نسميها ايفريم تاغ، ايفريم تاغ ونمدو لها لا فالور نفسها بعد ايفريم تاع تاغ ا، ايفريم تاع لا تاغ ا داكور. دونك هنايا واش قلنا له؟ قلنا له يجي هو يجي هنايا واش يقرا؟ يقرا باللي يقول لك كيجي البراوزر السيرفر كي اكزيكيتي واش هي، يبدا بون البراوزر كي اكزيكيتي واش هي، يبدا اكزيكيتي يلقى هذا النيم تحمل لا فالور واش نيم، يلقى الفريم عندها عندها لاتريبي نيم كي تحمل لا فالور اي فريم صح. زيد يجي هنا يلقى التارجت، يعني سيون كليك يلقى لا فالور هذه اي فريم ا، معناتها واش هي؟ واش دير كو سيتادير كو لو مومون كي نكليكيو على هذه راح يروح يهز لا فالور هذه. دونك الكليك راح تهز لا فالور هذه، كي تهز لا فالور هذه واش يعرف؟ يعرف بلي لا فالور هذه تنتمي لهذا لهذا لاتريبي نيم، النيم هذه تنتمي للفريم، والفريم واش هو؟ في الاي فريم هذه، في الاي فريم عندها ان اس ار اس، الاس ار اس هذا سيتين سورس. دوك واش يدير؟ ديريكتومون حنا من داخل لا باليز هذه ا، من داخل لا باليز ا عندنا تارغيت تهز لا فالور هذه، يروح ديريكتومون يهز الليا اللي كاين في لا تارغيت هذه ويعوضو ويعاود ينحي هذه
ويعاود يحط في بلاصتو هذا اللي يعاود يحط هذا اللي كومبلي لهنا. هذه هي يعني عمليه اللي راح تصرى هنايا. دونك نونجستري نشوفو لي ريزلت سجلو. دونك تما نو يعني هنا درنا بتيتيرور اللي هو نورمالمون موش بتيتيرور مي نورمالمون هنا ما نديروش دو تارغيت سكسيزي، نخليو ان سول تارغيت. في هذه الحاله هو واش دار ابليكانا لاكسيون الاولاني اللي كان هنايا، يعني كي نكليكيو يتحلنا لاباج تاع اورانج، يعني هو ابليكا لاكسيون الاول. حنا نخليو له لاكسيون الاول تاع التارغيت، هو يهز لا فالور هذه. كي يجي يقرا لا فالور هذه يفهم بلي هذه ديريكتومون يروح للفريم يبدل لا سورس هذه اللي فيها، يبدلو بلا سورس اللي عندنا هنايا. هذه هي العمليه يعني اللي راح تصرى هنايا. هذه دونك هنا خصنا غير نوريجستري. فوالا نوريجستري هنا هذه جوست كوم سا. فوالا نوريجستري. فوالا نورمالمون سا دو مارشي كوم سا تخي بيان على ماشي. دونك فوالا هذه هي العمليه اللي صرات. انا حبيت كي نكليكي على اورانجون تافيشي لي هذه اورانجون. فوالا ها تافيشات لي اورانجون. دونك العمليه اللي صرات هنا كيما شرحت بعد قبل قليل، هو انه هنا كيجي يلقى التارغيت هذه تحمل لا فالور هذه. لا فالور هذه اللي تحملها هي نفسها لا فالور اللي تحملها ان اتريبي تنتمي للافريم، هي نفسها لا فالور. معناتها واش هو هنا يفهم باللي يجي ديريكتومون في هذه الافريم يبدل لا سورس تاع لا باج اللي حملتها الافريم، يبدلها بلا سورس اللي كاينه في الطاغ ا اللي ديكلارينا هنايا في لاباليز. هذه العمليه اللي صرات. دونك حاجه مليحه يعني الافريم هنا، يعني حاجه مليحه في الاتش تي ام ال الواحد يتعلمها، لانه حاجه يعني نقولوا تقدر تخدم ان سيت ويب وبيان باج ويب، تحط باج ويب في ان اوتر باج ويب، تعيط الباج ويب، يعني دي شوز تري امبورطون في الاتش تي ام ال. دونك راح نكتفي في القدر هذا في هذا الدرس، نكتفي بهذا القدر من المعلومات في هذا الدرس اللي هو الدرس 13 من دورة تعلم لغة الاتش تي ام ال. اتمنى هذا الدرس قد استفدتم منه، ويعني بحق الاستفادة، والدرس يعني مفهوم بشكل واضح. وادعو كل من يشاهد هذا الفيديو، اي واحد منكم يعني عنده مشاهده لهذا الفيديو ولا لهذا القناه لهذا الشانل، ما تنساش حاجه ما فهمتهاش، عندك استفسار نيزيت با بوز مو دي كيسيون اسفل هذا الفيديو، وانا راح نكون جد سعيد كي نشوف يعني اسئلتكم تحت هذا الفيديو، ومستعد باش نعاود ندير لكم الرد على هذه الاسئله في اسرع وقت. دونك ثاني حاجه اللي نقولها لكم هي انه قبل ما تكيت هذا الفيديو، قبل ما تعمل عمليه كيت لهذا الفيديو، اعمل ثلاث اشياء رئيسيه. نعم اعمل ثلاث اشياء رئيسيه: سبسكرايب لهذه القناه، شير لهذه القناه، اي جيم لهذا الفيديو. نعم اعمل هذه الاشياء قبل ان تعمل كيت لهذا الفيديو. واهلا ومرحبا بكم في دروس اخرى من هذه الدوره لتعلم لغه الاتش تي ام ال ان شاء الله، اللي راح يكون الدرس رقم 14 من هذه الدوره. راح نزيد نتعلموا امورات واشياء اخرى جديده في لغه الاتش تي ام ال ومفيده. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.